الهنديه ديال الكرموز. الهنديه هي المهنه ديالي. كل عام كنخدم هذه الهنديه. شحال من عام داها؟ ثمان سنين. كيديري مع السوق؟ والسوق كان هذيك الوقت كانت السلعه موجوده، القرات هو كانت تساعده. دابا الدرك مرض قل، ولات هاد القرموزيه شويه فيه بزاف. كنمشيو حنا دابا كنمشيو ناخذها مع دمو الجلان، كنلقاوها شويه غاليه علينا ومع قليله، وكتمشي تما كاع ملي كتاخذ السلعه كتشدها مخلطه وكذا، وكنكرزوها كاين الصاير. السلعه دابا ما قلت شويه، غلات شويه، كنا كناخذوها رخيصه، ودابا مع المازوط والصاير شويه كتقام عندنا شويه غاليه. كنجيو كاع هنا عند القراد كنبين بها ما كدي السومه خياليه. كانت ياخذ السلعه كرموسه كاينه كتامه، هاي تبع عمران حسيمه هي هذيك. ايه كنا تناخذوها من خنيفره ما بقاتش. ديك النعامات كنا كناخذوها من خنيفره، كانت خنيفره كدفع حتى هي ما بقاتش، حتى هي جا المرت، حتى هي سالات. خنيفره كانت شويه كدفع حتى هي السلعه كتعاون ما بقاتش. كان دابا بزاف. دابا كمية السلعة شحال كتدخل في السوق؟ 1000 صندوق. كمية السلعة يعني كتدخل واحد العشرات البيكوبات، 12 بيكوب ربما. البيكوب كل بيكوب كتاخذ 80 صندوق في السوق. القل ما بقاش، قل هذاك المرض ديك القرموزية جاتو، والناس كرفصات. كاين الناس اللي ما قداش، كاين الناس اللي ما قداش على الجنان ديالها ومشى ليها، ضاع ليها من الدواء ما تعاونتش بالدواء ديالها. كنت تعاونت بالدواء وداك الشيء وعنا دعمت بالدواء، يقدر عاد تحصل على النتيجه ديال الدرك، يبقى واقف ويبقى يعطي الولد ديالو. وكاين شي بلايص اللي قلوا من الماء، تكرس فيهم الدرك. الناس ولات دابا كتبغي تحفر وتعاون، ولكن ما شاء الله الناس مكرفسه. الصندوق كاين من 3000 حتى 8000 ريال للصندوق دابا في السوق. من 8000 حتى 3000 في السومه ديال الصندوق، بادي من 3000 حتى 8000. 150 درهم ل 400 درهم. كرموس حتى نجيبو من يطبع عمران، وكرموس قلب الرحامنا داك الشيء باش دارها الثمن. رحامنا ودكوالا والجبيلات وهاد المنطقه كلها ما بقى فيها والو، كانوا ذاك المرض. يلا بقى بعيد بني، تيجي الكرموس، تيجي من الحسيمه، تيجي من تطوان، من يطبع عمران، من طنطان، هادشي اللي كاين. وكاينه 150 درهم، 150 درهم حتى 200 درهم كاينه في الجنان عند الفلاح. عاد خلي الترونسبور وكذا هادشي باش وقع عليه الغلا، باش طلع في هذا الثمن هذا. مورا كان واحد لقيته ب 250 400 300 هذا هو الثمن ديالو باش كان هذا الكرموس. ولكن الكرموس قل حاليا، دابا حاليا السوق اللي تيشد الكساد بنان سلعه الماء خصو يفكها يحيدها، اش بغا يدير بها؟ واخا كاع خسر تيشوف الخساره. الفرق دوا راه 60000 فرق 70000 فرق باش باع الصندوق، ولكن ما لقاوش الناس. دابا تيتشد باش يتباع الجنان عند بالله، تمشي عندو تجيب لك 6000 ولا 7000 خلص عليه تما. حتى تزيدها واحد 700 كيلو 3% ديال الترونسبور تتعاود تهزو ب 70 درهم ديال الترونسبور. يعني الصندوق تيتعلك عليك واحد 4000 5000 3000 حاليا. هي دابا ملي تيكثر، ملي تيوجد الكرموز اللي تيولي بهذا الثمن في الاول، ثمن تيطلبوه خيالي. مول الجنه تاع قداش ما بقاش الدرك في المغرب، واحد المناطق بزاف ما بقاش فيهم. عندك الرحامنا حمر، الرحامنا وحمر والجبيلات، وزيد بزاف في الكرموز. الدرك ما بقاش فيهم، قتلوا ذاك المرض. يلاه بقاو هاد المناطق اللي بقاو واحد شويه في الجبل هنا في حسيمه والشمال وتطوان ويتبع عمران وطنطان. هاد الشيء فين باقي؟ هاد الشيء هاد البركه هادي. بائع الكرموس اخويا تشوك؟ نعم. تنقرضوا عاجي بحال الناس. اثمنه اخويا مزيانه، لكن الشناق هما تيغنيو هنا الاثمنه. البيع اخويا مزيان، ولكن الشناق هو تيغلي عليك اخويا. حريفي تيجيب سلعه تيجيبها بثمن مزيان، حين انت تيجيبها هو تيجيبها موصله بجيالو، ولكن فاش يدخل السوق تتصلوا به الشناقه. الشناقه تيزيدوا عليك واحد الثمن خيالي بزاف. هذا العام شويه كاين الثمن بزاف اخويا. لا تنسى الاشتراك في القناه ووضع علامه لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد اخبارنا.